صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ هل المراد أنه يعطى جنتان؟ كما على ظاهر الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ذوات أفنان ووصف الجنتين، ثم قال ومن دونهما جنتان، وصف أيضا ما في الجنتين الثانية، فهو على ظاهره. نعم، وفضل الله واسع، يعطي جنتين ويعطي جنات، فضل الله واسع يا أخي. نعم.